ايه مالك؟ قلبه وشك ليه؟ متضايقة. بقولك ايه، الحزن في القلب بقى فكيه ومتخليش الراجل يقفش من انا. أنا متضايقة من كاميلي عشان مادة إيدها عليا، وأنا عمري ما حد مد إيده عليا. هقولك على حاجة بس ما تزعليش مني، يعني قولي يا حنان. هي مش من حقها انها تمد ايديها عليكي، وانا لو كنت مكانك كنت رديت لها القلم في ساعتها. هي كده هتعمل عليكي الكبيرة. هي عملت خلاص. يبقى انتي لازم تاخدي بالك قوي من تصرفاتها وتشوفيها هتعمل ايه. مش فاهمة انت عايزة تقولي ايه بالظبط. يعني خدي بالك عشان الحاج الله يرحمه اكيد شايل له قرشين كده ولا كده، وهيخرج له معاش، وهي لما هتصدق تكوش عليهم. سأليني انا يا شيخة، مش للدرجة دي بقى. يا مروه، انا بنصحك بس في الاخر انتي حره. الواحد لما بيشوف الناس النظيفة دي بيحس ان عمره مستحمى. الواد ابيض بيبرق زي الفل. لا اكيد ما بيستحماش بمية زينا، مية معدنية اهو كولونيا. طب خدي بالك بقى عشان ريحتك فاحت. عارفة قسم التصميمات؟ لا. اسألي اي فراشة يقولك عليه. تروحي تاخدي الرسومات من هناك وجري على المصنع تسلميها وتيجي تاني على طول، وعلى الله تقولي لي ما تعرفيش فين المصنع. هسأل. اسألي. بقول لك ايه؟ نعم. ميت حبيه عايزك جوه. انا؟ انتي. وشوفي عايز ايه؟ حاضر. استني. نعم. ظبطي نفسك كده عشان ما تدخليش مبهدله. يلا. ماله ده؟ الهي يجي لك حجز في رجليك يا شيخ. بتقولي ايه؟ خبطت ركبتي، الله يخرب بيتك. بقول لك ايه؟ ما تروحيش، اروح سوا ماشي؟ اوكي. يلا. العرض اللي فات كان سيء جدا، انا مش هشتغل مع الناس دي تاني. بعدين ايه البنت اللي انت كنت جايبها دي يا بابا؟ زفت طبعا. انت ما كنتش شايف بطنها قدامها كانت عامله ازاي؟ اسمع اسمع. الموديل هي اللي بتبيع المنتج. طبعا. الستات بتصدق ان الفستان هيبقى عليها زي ما هو على الموديل بالظبط. لا لا لا، احنا اللي بنعمل البنات دي. اللي مش عاجبها مع الف سلامه. مليون غيرها يتمنوا يبقوا مكانها. لا معلش، يعني محتاجه اريح شويه عشان السيزون الجديد. ماشي ماشي، مع السلامه. انت البنت الجديده؟ مروه مش كده؟ اسمي مروه. خريجة ايه يا مروة؟ أنا خريجة آداب. آداب ايه؟ آداب فلسفة. بس جامدة فلسفة. شديدة الحقيقة. طيب بص يا مروة، أنت هتاخدي المجلات دي تقريها كويس وتطلعي كل المقالات اللي اتكتبت عنها. تكتبيهم في تقرير وتقدميهم لي على حسب الاهميه. حاضر. فاهمه؟ حاضر، تحت امرك. عن اذنك. انا اسفه.